اول حاجه قبل ما نبداو كنأكد انك راح اربح هذا الفيديو هذا بما فيهم سبونسور امشيو لمساعده الناس المتضرره بالزلازل. غبرنا 10 ايام ما درناش فيديو ولا 11 يوم، اطول فتره من نهار بدينا يوتيوب، امر اللي طبيعي نظرا لشنو واقع في بلادنا اللي الله يرحم كاع الناس اللي ماتوا ويتم تعويض كاع الناس اللي تضرروا بالزلزال. ما كنتش باغي ندير حتى شي حاجه لما كانت تعاون فعلا في الميدان، فرا فيديو فديك الوقيته النهار الاول الثاني الثالث في ديك البيريود ما كانش غيعاون بحال اي واحد فيكم اللي بزاف درتوها باش يعاون بيديه دوك المناطق في الايام الاولى. هادشي علاش شرحت علاش ما درناش فيديوهات هاد الايام، بزاف سولتوني. كنظن حاليا نقدروا ندويو على كل ما ضر بالزلزال، ماشي على شنو وقع بالديتاي فقط، حيت جمعت مواضيع اربعه الفيديوهات في فيديو واحد باش نعطيكم المختصر المفيد. فاولا غندويو على الزلزال اللي وقع بالتفاصيل ديالو كامله، ثانيا غندويو على واحد السؤال كيتسالوه بزاف، واش يمكن لك ترقب ولا توقع زلزال قبل ما يوقع، وثالثا داك العالم الهولندي اللي كيقول انه كيتنبأ هوغربرت، ثالثا غندويو على امكانيه والزلزال يمكن يكون ليه مفبرك ولا دوك الضوء الزرقين اللي كيبانو في السماء اللي بزاف اولوها انه مشروع الهارب اللي داير امريكان باش تفتح الزلازل، واخا ديجا دوينا عليها في الفيديو ديال الزلزال التركي. ورابعا واخيرا عندو على اكبر شائعه كتروج دابا، اي امكانيه المغرب ضربو تسونامي وامكانيه حدوث زلزال اخر، حيت انا داك العالم هوغربرت نيت تنبأ ولا توقع بين قوسين انه غيوقع زلزال قرب من كل من اسبانيا البرتغال والمغرب، امر اللي غيحدث تسونامي. فكاين اصحيه لهاد الهضره ولا لا؟ نجاوبو على كلشي بالديتاي والدليل. داكشي علاش نطلب منكم تفرجوا في الفيديو حتى الاخر، كتاكيد مره اخرى اربح الفيديو كامله توجه مساعده الناس ديال الزلازل. نخليكم مع طاب طاب اللي كنبغي ننصح بها اي واحد ساكن على برا وكيوحل باش يصيفط الفلوس لدارهم في المغرب، سواء العيد رمضان ولا اي مناسبه باغي تعاون فيها مالين الدار في المغرب. قولوا معايا مزيان، انت في برا وباغي تعاون داركم في المغرب، فراه طاب طاب احسن حل ووسيله تمكنك من انك تصيفط الفلوس من بلاصتك وفي الحين. الا كنتي ساكن في الدول اللي نخليكم هنايا، اغلبيه الدول اللي كتركزوا فيهم المهاجرين في قل من دقيقه غتصيفط لداركم المبلغ اللي بغيتي اللي يقدروا ياخذوا في الحين من اي كاش بلس وفاكاش وتجاري، يعني من اي بلاصه. احسن حاجه في الابليكاسيون ما كايناش كوميسيون، مثلا انا وكاع الدراري اللي كنعرف راه استعملناها في هذه العداده باش نصيفطوا لديورنا، زيد على انك الا استعملتي الكود ديالي فاروق كيزيدوك 50 درهم باش تصيفط على المبلغ اللي انت غتصيفط، مثلا مصيفط 200 درهم غتولي مصيفط 250. كنصحكم بها وكندعيكم انكم تستعملوها باش تعاونوا ديوركم، القوليه ديالها في الديسكريبشن. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكساله. نهار الجمعة 8 سبتمبر، أي هذه سيمانة بالضبط، مع 11:11 دقيقة ديال الليل، ضرب زلزال بدرجة 6.8، أقوى درجة عمرها ضربت المغرب، نعاودها بدرجة 6.8 على سلم ريشتر، السلم اللي مسؤول عنه أنه يقيس درجة وخطورة كل زلزال، فراه درجة ما بين 6 إلى 7 كتعتبر زلزال مجد أو مجد بزاف، فين منطقة الزلزال قاس إقليم الحوز تارودانت ورزازات. اي تحت من مراكش شويه، بيان سور جميع الجهات المجاوره بما فيهم كازا والرباط الفوق حسوا بها حتى هما. فرأسوا الحظ هذا الزلزال خلف ما يقارب 3000 قتيل وازيد من 5500 مصاب لحد الساعه، في نصهم بدات اصابات بالغه، بالاضافه لانه افكت حياه اكثر من 380 الف شخص. زلزال الحوز هو اقوى زلزال عمره ضرب المغرب حسب المعطيات، هو اقوى واحد ولكن ماشي هو اكثر واحد كارثي، حيت انه كيجي في المرتبه الثانيه مورا زلزال اكادير اللي وقع في 1960، حيت نهار 29 فيفري من 1960 فين نقدروا حنا نسولوا والدينا ولا جدودنا اللي عارفين عليه ديال بصح، ضرب زلزال مدينه اكادير بقياس 5.7 على سلم ريشتر، اي قل من ديال الحوز. زلزال ضرب مع 11:40 دقيقه ديال الليل، فين تسبب ما بين 12000 و 15000 شخص وإصابة أزيد من 25000 شخص، وفين خلى أكثر من 35000 واحد بدون منزل. كانت أكبر خسارة بشرية عمرو سجل شي زلزال في المغرب راه من بعد وقع ديال الحسيمة إلى آخره، نظرا أن هذا الزلزال ضرب المدينة ديريكت. نخلي لكم هنا بعدا أكبر الزلازل عمرهم ضربوا المغرب بالترتيب، هادشي اللي كيشرح لنا الله يحفظ الله يحفظ كل زلزال الحوز البؤرة ديالو ولا ليبيسونتر ولا فين بدا، شي مدينة كبيرة كانت الخسائر تكون كارثية بأضعاف. فراه شوفوا زلزال أكادير 5.7 خلف ما بين 12000 حتى 15000 قتيل، وزلزال الحوز زيد عليه بدرجة 6.8 خلف ما يقارب 3000 قتيل. لعقلتوا ليلة ديال الزلزال كلشي خرج للزنقة، حتى واحد ما كان واعي بالخطرة ديال بصح إلا الناس المجاورة للبؤرة ديالو، أي الناس مراكش والمدن المجاورة. تلغد ليه في المغرب كامل عرفوا حس بالخطورة ديالو، فين خرجوا إحصائيات الضحايا والناس اللي تضرروا، امر اللي خلى كلشي ياخذو بجديه اكبر. الغد ليل عقلت وقع واحد المشهد تضامني غيبقى للتاريخ، فين الناس كاملين فداو بلادهم بدمهم. زيد على ان المنتخب ديالنا انيول الماتش ديالو اللي كان عنده ديك العشيه مع ليبيريا في تصفيات كاس افريقيا، واللعاب المدرب والطاقم التقني مشاو عطاو دمهم حتى هما. اكثر من هادشي اللعابه تنازلوا على كاع لي بريم حتى لكاس افريقيا باش فلوس كامله تمشي لمساعده الوطن. هادشي بلا ما نذكروا ان البوليس وصاحب الجلاله الملك محمد السادس حتى هو عطى الدم، يعني كلشي اتحد في الحمله ديال اعطاء الدم.
لم خت نكذب كنظن انها اكبر حمله تبرع بتم في هذه الالفيه الجديده على الاقل. مور التبرع بتم المغاربه ما غيكتفيوش بهذه المساعده بوحده، بل غيبداو يعاونوا بمالهم الخاص والجهد ديالهم باش يوصلوا الاعانات لدوك الناس. فين كنا شفنا المشاهد ديال الناس كلها كتمشي تشري كتقاد وكتوجد لي ترونسبور باش تصيفطهم واخا ماشي خدمتهم، من الماكله خطايات واي حاجه يقدروا يحتاجوها. فهاد الحمله كانت فئه كبيره قادره تعاونها غير ماديا، وكان السؤال ديال الاكبر وفين نعاون، فين نعطي فلوسي بثقه؟ كان خاصهم شي حساب رسمي لجمع التبرعات. تماك في الملك اهلن على حساب الرسمي في صندوق ديال الدوله لجمع التبرعات ديال هذا الزلزال اللي هو هذا، دخلي لكم هنا اي واحد بغى يساهم فيه. وفي الحمد لله كاينه مساهمه كبيره لحد الساعه، لا من عند الشركات ولا من عند المؤسسات الكبيره ديال البلاد. اي واحد بغى يساهم انا نوريكم الطريقه. كما كتشوفوا الاخوان حنا دابا قدام السيت اوفيسيال ديال الخزينه العامه للمملكه. سو هنا غندوني نشوف سميت الشين مثلا، شوف المونط اللي دونيتي وبيه. كنبغي نوضح اي واحد يدونيتي هذاك الشيء اللي يقدر به باش يعاون، الا ما قدرتيش راه ماشي ضروري دونيتي، هذه حسنه كتوقع ليك ولا مساعده للبلد ديالك. ثم ماشي ضروري نبينوا المبلغ، غنبلوريه باش كل واحد دونيتي اللي بغى. هنا كتكتبوا الايميل ديالكم، كتعاودوه، كتختاروا لا كارت بنكر اللي عندكم. انا عندي انترناسيونال. دونك من بعد كديوكم دونك هنا طالع دوموند دو بايمون نيميرو، اوكي طالع كلشي هنايا. ملي كتهبطوا لتحت كيعطيوكم تعمروا لا كارت ديالكم، سو فيزا ولا ماستر كارد باش دونيتي، ولا كتشوف برا كتشوف المغرب كتقدروا ديروا نفس الحاجه. صرا نعمر لي دوني ديال لاكارت ونسالو الدوناسيون شوف شنو غيطلع لينا. صافا الاخوان دونيتينا افيك سوكسي. هاد الفيديو ما كنديروش باش نقول لكم شنو راه دونيتي هادي باش المبلغ اللي تعرف لا شي حاجه، هادي باش نشرح لاي واحد بغى دونيتي شحال ساهله وشحال تقدر تعاون عام داركم. مع فين جالس كنتي في الصين هولندا نيويورك في المغرب فين ما كنتي تقدر تعاون بلادك، هادي الطريقه. رجعوا للفيديو. فهاد الباب كنت انا وبزاف صنع المحتوى باضافه الروابا والمشاهير بغينا نديرو بث يوتيوب فين نجمعوا فيه التبرعات كيف ما كدير ابو فلا عقلته، ولكن كان خاصنا نحترموا الاطار القانوني ونكونوا تحت اسم شي جمعيه باش نقدروا نديروا هذه العمليات. بالاضافه لان المساله كانت جد حساسه، كل واحد كيفاش كان يفهم ويانتربريتي داكشي اللي كنا باغي نديرو. داكشي علاش قررنا ان كل واحد يساهم بينه وبين راسه، ولكن الفكره كانت علاش لا نتمنى نطبقوها في المستقبل. فين كنشكر كاع الناس اللي بغاو يحضروا. من غير فكره ديال البث كاينه ديجا فكره اخرى اللي كتنفذ لحد الساعه، اللي هي ديال اوبيراسيون اطلس اللي جات لخدمه الشعب باش توصل جميع التبرعات لدوك المناطق والجمعيات ويكون كلشي منظم. يكفي انك تمشي لواحد من لي سونتر ديالهم وتعطي التبرع ديالك وما غيوصلوه. نقطه ايجابيه اخرى هي انه حتى الشركات ساهموا مع الشعب، يمكن بالضغط اللي تدار عليهم ولا يمكن لذاتهم. فراه مثلا مرجان وعدت بانها غتبرع بواحد المبلغ محترم لكاع داكشي اللي ربحاته من الناس اللي شراو من عندها. ماشي عا مرجان، فراه كاينه كارفور لابيل في وشركة الاتصال كاين واتصالات اللي عطاو ساعه فابور هاد السيمانه وزادوا واحد اخرين كل يوم. افريقيا تعلنات على التبرع ديالها بالارباح اللي ربحاتهم من التنقل ديال الناس في هاد الفتره، بالاضافه لزوطوروت البياج. امر ايجابي نشوفوا كلشي واقف في هاد الحمله. من غير الشعب والمؤسسات كان الدعم حتى من شي مشاهير كرونالدو وميسي اللي حطوا ستوريات على المغرب، كالبارسا والريال اللي حطوا بيانات رسميه على الزلزال، كبدر هاري اللي انيولا الكومبا اللي كان عنده وقال لهم يمكنش لي انا بلادي محاربه باش تعاونوا انا نجي نتكومبا، كفريش مونترا اللي عطى 100 مليون كمساهمه، ولا ليغا والبريمير ليك اللي واعدوا بانهم غيوقفوا في بدايه المباريات لدعم هذه القضيه. بيان سور حتى لي زانفلونسور كان عندهم دور كبير شي هما لي باج فيسبوك لي زولترا باش يوصلوا الخبر لجميع فئات المجتمع. قادوا الحمله في البدايه ديالنا بيان سور لي زانفلونسور فيهم وفيهم. فبالاحداث اللي وقعوا وعجبوا بزاف الناس هي انه فريق الرجاء واحد الفتى كان دار استجواب بالتوني ديال الفريق، الرجاء اعلن على انه غيتكفل به، ماشي الرجاء فقط بل حتى ريال مدريد واحد الاستجواب اخر اعلنت على انها تكفل بواحد الفتى اللي مشات لعائلته كامله مسكين. بيان سور خرجوا حتى بعض الاخبار الزائفه كان فندق رونالدو اللي كاين في مراكش كان كيستقبل الناس اللي تضررات بالزلزال. هذا الخبر فيك الاخوان، اصلا الفندق ماشي ديال رونالدو بل هو عاشريك فيه وعاطي سميتو. فهاد الباب نيت دار بيان على الاخبار الزائفه اللي كتخرج. كاي حدث كاين نقاط ايجابيه وسلبيه. السلبيه واخا نفضل انا ما نركزوش عليها، كانوا بعض الناس استغلوا هذه الحمله باش يحتالوا وباش يتاجروا في المآسي. كاين اللي زاد الثمن ديال دوك المنتوجات اللي كيتوجهوا للدواور باش يربح، كاين اللي مشى لتما على داعي للتصوير وانه يزيد الارقام ديالو في السوشيال ميديا ولا يحصل على المشاهدات في يوتيوب ولا فيسبوك. فين خرجوا ليه بزاف الفيديوهات في يوتيوب ولا فيسبوك مونيتيزين. نتمنى اي واحد حتى لا دار فيديو ديك المبلغ يصيفطو فريمون لدوك الناس، انت غادي تعاون باش تاخذ ديك المبلغ، عاون بيه دوك الناس راه محتاجين. ابغى هادشي حتى الناس اللي عاونوا، كاين اللي ما عاونش بالطريقه المناسبه، اللي صور الدراري الصغار، حيت انك الا بغيتي تعاون خصك تصور الدراري الصغار، فراه ديك الصوره ديالك والفيديو كتعاونوا فيه يقدر يكبر ويعقدو. حتى الا بغيتي تعاون ما تصورش وجوه الناس الا بموافقه ويكونوا كبار شي الا بغاو، اما دوك اللي مشاو نعسوا معاهم وكلوا عندهم نقطه اخرى وعاونوا في اكتشاف الطريق. مع العموم اغلبيه عاونوا ديال بصح. باب اخر الصحافه الفرنسيه كانت مهاجم المغرب في هاد
الهضرة. مورها الدولة ديالهم بقيادة الرئيس ماكرون بغات تقدم المساعدة والإعانة اللي قابلها الرفض. هي فاش خرج ماكرون بداك الفيديو، خليكم هنا للذكر، تم رفض مساعدة ديال الجزائر. فيما يخص البلان اللي غيدار باش يعاودوا بناء ديور هاد الناس هادو، فراه كيقول انه غيتبنى 50,000 مسكن، خليكم هنا التصويره، اما في نفس البلايص اللي كانوا عايشين فيها دوك الناس الا كانت امكانيه، بنيه مقاومه للبرد والاضطرابات الجويه باش يكونوا في مأمن، ولا غيتبنوا لهم فضاءات استقبال فيها كاع المرافق الضروريه، فين غتخصص 14 مليون في بناء مسكن اي واحد مشات ليه دارو، و8 مليون لترميم اي واحد تضررات ليه دارو. زيد على انها غتعطى 3 مليون للعائلات المتضرره كل وحده. هادشي كامل فيما يخص الزلزال اللي ضرب. ندوزو دابا للفقره الثانيه، الثالثه والرابعه اللي فيهم الزلزال اللي يمكن لك ترقبوا واش كان مفتعل، واش فعلا تقدر توقع تسونامي. قلت الاخر نبداو باننا ندويو واش يمكن لك توقع انه غيوقع شي زلزال. الجواب هو لا، قطعا ما يمكنش. اللي تقدر تعرف هو المناطق النشطه بالزلازل واللي بلو بروبابل يوقع فيها كل مره. فراه كيف ما كاملين قرينا في السانكيام في الاجتماعيات ولا الجغرافيا، الارض مكونه من قارات اللي كانوا مجموعين شحال هادي واللي تباعدوا بسبب تحرك صفحات تكتونيه تحت منهم. يعني البلايص اللي كتقاطعوا فيهم هاد الصفحات التكتونيه هما اللي كاين فيهم احتمال كبير يوقعوا الزلازل، حيت ديما كيتحاكوا. يعني شنو تقدر دير هو تعرف واحد البلاصه كيوقع فيها الزلازل بزاف، وتقول غالبا هاد البلاصه هادي فهاد 100 عام ولا 200 عام غيضر فيها شي زلزال اخر فايت 6 درجات شي حاجه بحال هكا. اما باش تعرف البلاصه بالضبط والدرجه وكلشي والوقيته، مستحيل. هنا فين غيجي الصديق ديالنا فرانك هوغربيتس اللي قال لك كيتنبأ بالزلازل. حتى انا هاد فرانك كيتباز على واحد الميثود اللي ماشي علميه بتاتا، حتى شي عالم ما كيعترف بها، تاع علماء الزلازل، الا وهي حركه الكواكب تسبب الزلزال. علما ان تاثير كواكب على الزلزال انت عندك اثر كبر باش يوقع زلزال على دوك الكواكب. كي اللي غيقول هو كيفاش كتصدق ليه؟ ياك هو ما عنده الصح، علاش ديما كيتنبأ بهم؟ الجواب هو راه ما كيتنبأش بهم، راه ما كتصدقش ليه. على الاخبار كيأولوها انها صدقات ليه وعرف. فراد فرانك الكونتوني ديالو فلاشين اللي خدام عنده ولا كدا، كل نهار كل وقيته كيتنبأ بعشرات الزلازل، وما كيعطيهمش في بلاصه بريسيز. زعما كيقول لك في هنا بالضبط مع السالف الفلاني غيوقع، كيقول لك كيستعمل واحد الخطابات ديال اجلا ام عاجلا هاد المنطقه الكبيره غيوقع فيها زلزال وكيخليها بحال هكا. فراه مثلا الزلزال اللي صاب المغرب في الحوز قال لك هو غيوقع في البرتغال، وما عطاش الوقت بريسي، ديما كيعطي مناطق كبار ونشطه فين كيتوقع وما كتصدقش ليه ديما. نفس الحاجه كندير في تركيا، كتنبأ منطقه كبيره قال لهم اجلا ام عاجلا وصدقات لي عاوتاني. يعني كنركزوا عليه عامي كتصدق، اما هو راه ديما 10 زلازل ما عمرهم ما وقعوا قالهم. يعني بكل بساطه ما كاين حتى شي انسان او هيئه تقدر توقع لك زلزال امتى غيوقع وفين. بس زيدوا تفهموا وهذه ديال بصح، كندعيكم انكم تفرجوا فواحد جوج فيديوهات بالضبط ديرهم الاخ نجيب المختاري اللي شرح هادشي اون ديتاي، نخليكم اللين ديالهم في الديسكريبشن. بعد ما شرحنا هادي اجي ندوزوا للجايه، واش الزلزال كان مفتعل وعلاش بانوا دوك الضوا الزرقين الفوق في السماء بزاف شافوهم؟ الا كان من المستحيل تنبأ بزلزال عاد تنبأ به، قول لي كيفاش تقدر ديرو؟ ما يمكنش شي دوله ولا منظمه دير لك زلزال ولا تولده. السبب واضح، هو ما كايناش التكنولوجيا ولا القوه الكافيه باش تحرك داك الكم الهائل ديال الارض. البنت واحد يسخ الاخبار، فكيفاش تحرك من ورزازات حتى لكازا ويحس بها كلشي؟ فيما يخص الضوء الزرق اللي كيبانو في السماء مورا الزلزال اللي تشافو زلازل تركيا ديال المغرب، لقيت ان هذا الفينومين ديجا كيوقع. فراه من الزلازل المسجله من 600 بعد الميلاد لحد الساعه بزاف الحضارات ضوا على هذه الاضواء الزرقاء. يعني هو واحد الفينومين اللي كيصاحب واحد الفئه ديال الزلازل ماشي كلها، حيتاش ما عمرنا ما عشنا زلزال الله يحفظنا منه، كتجينا غريبه. وراه ديجا بان في الزلزال ديال تركيا. بعد ديالي لقيت انه من بعد الشروحات اللي كتعطى، اي انه ملي كتحك دوك الصخور على حسب الطبيعه ديالها هادشي علاش كيبان في زلازل وفي زلازل اخرى لا، الا تحقوا واحد الشروف داك الاحتكاك كيولد واحد الكهرباء اللي كطلع للسحاب كتولد دوك الاضواء الزرقاء. خليكم البحث في الديسكريبشن باش تقراو اون ديتاي. واخا مازال ما كاينش اتفاق عام على شنو كيوقع بالضبط، راه الزلازل بشكل عام عندناش بزاف اللي ضوني عليهم. ومشروع الهارب اللي على ما كيتقال هو السبب ولا سبب دوك الضوا، راه ديجا شرحناه في فيديو ديال تركيا، ما عنده حتى شي علاقه بالزلازل وما عندوش القوه باش يدير داك الشيء. خليكم مقطع من الفيديو اللي درنا كيشرح شنو هو الهارب. بكل بساطه هو واحد لوبسيرفاتوار مدير في امريكان باش يدرس اليونوسفير اللي هي طبقه من طبقات الغلاف الجوي، نخليها لكم هنا. المهم قال لك ورجع لواحد الكتاب دار في 1995 ان هذا الهارب اوبسيرفاتوار اللي مكون من اكثر من 180 اونتين قادر يدير اكثر من مجرد دراسه اليونوسفير فعليا ديك الطبقه. حيت انا كاتب داك الكتاب كيزعم ان هاد الهارب كيقدر يموديفي الكليما، يدمر الصواريخ والطائرات، وزيد عليه يتحكم حتى في تصرفات البشر. كيف ما سمعتي خطير هاد الهارب، هو راه عادي زونطين فهمتو كيتحكم في ديك الطبقه ديال الجو واللي هو هي كتاثر على التحت. داكشي علاش برروا الضوء بانه هو، بزاف كيعتبروه نظام حربي ميليتير. العلماء بيان سيغ نفاو هاد الشيء، قالوا ان الطاقه اللي كيولد هاد الهارب زعما كبيره ولكن ما كافياش تبسطيب لك رعده وحده، الوغ كو كل ثانيه الارض كيضرب اكثر من 100 برق. المهم الناس ديال التيوري كيتبازاو على هذاك الهرب كيدير الضوء ولا كيتحكم في اليونوسفير
الطبقه وكيرجعوا السبب لانه قبل الزلزال سبقوا الاضواء، اي انه تستعمل داك الهرب اللي معروفينش لاي درجه هو قوي ولا خطير، راه ميليتير هو اللي دمر المباني وخلق داك الشيء في الارض، يعني هو اللي ضرب تركيا وسوريا. كنظن انا ولا داعي للتيوري انه داك العالم تنبا بزلزال علما انه كيعطيه 10 زلازل ما كيصدقوش، وانه شي دوله منظمه دارته هو وراه فينومين كيوقع بزاف الزلازل اللي تسجلوا من هذه الاف السنين بسبب طبيعه الصخور اللي كتحاك. نجيو للمحور الاخير في الفيديو ديالنا، وموضوع الساعه اللي كلشي كيدوي عليه، واش غيقدر يضرب تسونامي المغرب على حساب داك العالم ويوقع زلزال؟ الجواب ديجا قلناه، حيت انه السبب الاول والاكبر لوقوع تسونامي او موجه كبيره كتولد فيضان هو وقع زلزال في البحر، فكتطلع طبقه وكتهبط طبقه، داك الفرق كيولد موجه كبيره كتدخل على المدن. يعني باش توقع تسونامي خاص يوقع زلزال، كيف ما قلنا زلزال ما يمكنش لك توقعه ولا ترقبه، فكيفاش تتوقع ولا ترقب تسونامي؟ يعني هذه الهضره عائشه خارجه. وكون كان هاد فرانك ولا العالم الهولندي كيتنبأ فعلا بلي تسونامي والزلازل، كل كبار دول العالم كيتخاطفوا عليه وكيانفيستيو فيه باش يحفظ لهم ملايير الخسائر. عندو شي راي اخر نتمنى نقرا في لي كومونتير، هذا هو الراي العلمي هادشي كامل. فدول الفيديو حول كاع لي ديتاي ديال الزلزال، نتمنى نكون عطيتكم التفاصيل وين على الزلزال تسونامي داكشي كامل اللي وقع. قولوا لي واش تبغيو ندوي على اعصار ليبيا اللي توقع كارثه اخرى الله يحفظ، وقلوبنا مع عائلات كاع الضحايا والناس اللي تضرروا. تهلاو ليا فراسكم.